بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الأعزاء الكرام، جيت لكم اليوم بواحد نبتة جميلة، ألا وهي نبتة الألوكاسيا أو أذن الفيل. هاد النبتة هادي غنتكلموا على الطريقة ديال العناية بها وطريقة الإكتار ديالها. هاد النبتة هادي كتفضل الجو الرطب وواحد المناخ دافئ ومضيء. وباش كنحافظوا على الرطوبة ديال هاد المحيط اللي داير بها، كناخدو واحد البخاخ وكنعودو نديرو عملية الرش، كنرشو على الورق ديالها بحال هكا باش كنوفرو واحد الدرجة تاع الرطوبة اللي هي كتفضل تعيش بها، باش تبقى ديت هاد اليناعة وهاد الخضورية بحال هكا، وهي راها دائمة الخضرة طيلة السنة، والجمال ديالها والزينة ديالها كتكمن في هاد الأوراق ديالها والكبر ديالهم، داكشي علاش كنقولو ليها أذن الفيل. هاد النبتة هادي كتبغي المكان اللي كنحطوها فيه يكون مضيء، والوعاء اللي غنحطوها فيه كيبغي يكون كبير لحقاش هي كتكبر بزاف. كما كنشوفو النمو ديالها ملي كتلقى الوعاء كبير عام كيعطيها باش كيساعدها تزيد تكبر وتعطي جمال اكثر، وكذلك كيعطينا فرصه للوليدات اللي غندوي عليهم من بعد. واحد الطريقه ديال السقا ديالها، راه هي ما كتبغيش الماء في فصل الشتاء لحقاش هي كتدخل في واحد السكون. خصنا نعرفوا هذه القضيه، نقدروا نسقوها الا شفنا التربه ديالنا بدات تتنشف بزاف، كنقدروا نسقوها حتى المره في الشهر، وكندخلوا بواحد العمليه هي هذه ديال الخبش، او كنقلبوا بها هاد التربه ديالنا. هاد العمليه هادي كما كيقولوا امبيناج فو دو زاغوزاج، يعني راه بحال سقيناها جوج المرات، منها كنهويو هاد التربه ديالنا، ومنها الا كان هكا شي طفيليات بحال هكا كنحيدوهم باش ما يدخلوش في تنافس مع لا بلوند، مع النبته ديالنا الام. وهي سبحان الله راه مني كتبغي تبدا تخرج لينا شي ورقه راه كتموت الاخرى دائما، وحده كتموت وحده كتخالفها من تخرج هنا من هنا من الداخل. انا نوريكم كيف واحد النبته يلاه مخرجه واحد الورقه جديده. هانتوما اعزاء الكرام كما كتشوفوا معايا، ها هي النبته المولود الجديد، ها هو كيخرج من هنا. هانتوما كتشوفوها هي الله خارجه سبحان الله. وهاد النبته راه نقدروا نديروها في الحديقه على برا، غير حنا خصنا نحرصوا نديروها في واحد البلاصه اللي فيها الظل وما تكونش معرضه للشمس مباشره باش تنمو بشكل جيد. وكما قلت لكم الطريقه ديال الاكتار ديالها كيكون عن طريق واحد النموات كيكونوا عند هذا الساق. كما كتشوفوا معايا ها هما الوليدات طالعين، وها وحدين اخرين ها هما عاد جايين. ها هي هاد النبته هادي، ها هي كامله مكمونه، يعني ها فرصه نشوفوا الوليدات اللي طالعين اللي هما اللي غيكونوا النبته المستقبليه، وها هي الورقه الجديده اللي خارجه سبحان الله. ومن بعد مني غتخرج هذه وغتاخذ واحد النمو اللي مرغوب فيه، كندخلو حنا وغنحيلو هذه اللي كنشوفوها هي بدات كتدبال شويه بشويه، حتى كنديرو غير الطريقه اللي غنبغيو نحيدوها. هذيك الاله باش غنحيدو هذه تكون حاده وتكون كتشوف على برا باش ما نجرحوش النبته الام.
الوليدات انا اللي حيدت اللي كانوا قبل هما هادو. هانتوما شوفوا معايا، ها هما وليدات هادو كلهم كانوا نابتين على الساق ديال النبته اللي عندنا حنا الكبيره، كنبته ام. وكنجيو كنبداو هاد الوجه ديال هاد التربه هادي كنحاولوا نغطيوه بنبات قصير باش يعطينا الجمال بحال هادي. انتما كما كتشوفوا معايا ها هي كتعطينا اولا هاد النبته ديال العنكبوت او الكلوروفيتون كما دوينا عليها في فيديو قبل، بانها دائما هي كريمه كتجود بزاف بالوليدات وكتغطي لنا داك الوعاء اللي كنكونوا حاطينها فيه باش تعطي هذه الجماليه بحال هكا. هانتوما واحد الحاجه بغيت ندوي لكم عليها الاعزاء الكرام، هي الطريقه اللي غنحطوا فيها المكان، الموقع اللي غنحطوا فيه النبته ديالنا راه مهم. لحقاش دائما خصنا نحرصوا على البلاصه اللي غنحطوها فيها يكون واحد الفضاء شويه اوسع، باش حيت هي الورق ديالها كيتفرع بزاف وعندها واحد النمو كبير، يعني حتى المكان مهم اللي غنحطوها فيه. ما يمكنش نحطوها في واحد المكان ضيق ما كيدخلش ليه الضوء وغنبغوها نبته بحال هكا بهذه اليناعه وبهذا الجمال. دائما البلاصه اللي غنحطوها فيه خصو يكون شويه اسباسي، يعني يكون شويه واسع، والحجم الوعاء اللي غنحطوا فيه النبته ديالنا خصو يكون كبير، وما تكونش النبته تحت واحد المكيف لكن غنحطوها في الداخل. ونحرصوا باش حتى داك المعطر الجو اللي كنكونوا كنبغوا نعطروا به الجو خصو يكون بعيد عليها، ملي نبغوا نديروه خصنا نبعدوا عليها عاد باش الا كنا بغينا نستعملوه خص تنبعدوا عليها. وحاجه اخرى اللي ديما كنوصيكم عليها وهو التيار الهوائي. دائما هاد النبته راه ما كتبغيش هذاك التيار الهوائي، هي كتفضل الرطوبه ولكن ما كتبغيش يكون الورق ديالها يتعرضوا لذاك التيار الهوائي، راه كيدبالوا من بعد كيموتوا. وكما قلت لكم كنركز عليكم دائما كنقولها، وهو الانتظام ديال عمليه السقي راه مهم. لحقاش ملي كتشوفوا هذوك الوريقات بداو يديروا يكرموا معاكم، ملي كتشوفوهم الجناب ديال الورق بدا كيصفار وبدا يولي عنده واحد اللون بني، كنعرفوا بان حنا الماء راه هاد النبته هادي راه حنا ما تنسقيوهاش بانتظام، راه نبى نسقيوها نبى نخليوها نساوها. راه هي حتى هي واحد الكائن حي، راه كيحس بحالو بحال الانسان بحال الحيوان، راه كيشم وكي يشرب وكياكل، يعني راه هاد العوامل وعامل المناخ راه حتى هما بحالنا. راه حتى الانسان ملي كيضرو البرد راه كيتكبر، ومني كيكون الصيف راه كيحيد ينقص من الملابس ديالو. هي كنبته راه حنا اللي حاصرينها في هاد الوعاء وحنا اللي خصنا ندخلو. كل ما تدخلنا راه بحال شي وليد صغير عندنا في الدار، كل ما تدخلنا في طريق التغذيه عن طريق كل ما تدخلنا في التغذيه ديالها وفي السقي ديالها باش نوفروا لها واحد المكان دافئ ورطب، راه شحال ما هي غتجود وغتكون بهذه اليناعه بهذا المنظر الجميل. وكنتمنى نكون وصلت لكم الفكره، وما تنساونيش بالدعم ديالكم، وتنظن بانني وصلت على نهايه ديال الفيديو ديالي. والصلاه والسلام على رسول الله.